هذا باب إحياء الموات، أي إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. والإسلام يدعو إلى إحياء الأرض الميتة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، يعني يملكها إذا أحيا هذه الأرض. وتصرف الناس في الأراضي على نوعين، إما إحياء وإما بعض إحياء. بعض إحياء، الإحياء التام هو أن يحيي هذه الأرض، هي أن يزرعها بحيث أن يجعل فيها الزراعة، أو أن يبني عليها حائطا، طيب، أو أن يحفر حتى يصل إلى بئرها، فهذا كله إحياء لهذه الأرض. فإذا أحيا هذه الأرض ملكها وملك حريمها، وحريم الأرض هي الأرض التابعة للأرض، حوالين الأرض، بعضهم قال 25 متر من كل جهة، وبعضهم قال 50 متر من كل جهة، يملكها ويملك حريمها، يعني الأرض التابعة أو التي حولها. هذا إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. إذن يحفر حتى يصل إلى الماء، أو يبني حائطا بيتا، أو بيتا، أو يزيل ما يمنع من زراعتها، أو يوصل لها الماء، مثلا يسوي لها جداول النهر، مثلا يمد لها جدول من النهر. المهم أن كل هذا نوع إحياء لهذه الأرض، فإذا أحياها ملكها. هذا طبعا إذا لم يمنع مثلا ولي الأمر، مثلا مثل الآن عندنا في البلاد في الكويت مثلا، الآن ممنوع أحد يروح وسط البر مثلا ويحفر بير ويحوطها ويبني فيها ويزرع وكذا، يقول بس أنا حيتها أنا أملكها. هذا لا، إذا منع ولي الأمر انتهى الأمر، لكن قبل أن يمنع ولي الأمر فالأصل أن كل من أحيا أرضا فهو أحق بها. قال: إلا المعادن الظاهرة، لأن هذه الأصل أنها ملك للجميع، لأنه ليس له فعل فيها، هي ظاهرة أصلا، معادن ظاهرة. وأما إذا لم يحيها وإنما بدأ بإحيائها، يعني حفر لكن ما وصل إلى الماء، حوطها لكن ليس بحائط وإنما وضع حجارة، أو بعضهم يحط مثلا إطارات مثلا دار مدارها أو كذا، هذا يعني نوع إحياء، ليس إحياء كاملا. لذلك مثل هذا يقال له: نعطيك سنة، يا أنك تحييها يا أنك توخر، عط غيرك مجال. أما واحد يروح يحوط أرض وبس، هذه لي حوط أرض وهذه لي، ما أحياها، ما استفدنا شيء، ما استفدت الأمة منه شيئا. فإذا إحياؤها تكون ملكا، لا، عدم إحيائها لا يملكها، وإنما يكون أحق بها في أن يطلب منه أن يحييها. إذا قال: أنا عاجز أني أحييها ما عندي، يقول: خلاص بخر، عط غيرك مجال أنه يحييها. نعم.